عليكم البنات، لاباس عليكم؟ هانية كلشي بخير، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. هانية كلشي بخير، اموركم بخير، يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، وتا واحد فيكم ما مريض، وتا واحد فيكم ما ضر شي حاجه. كي درتو مع هاد الاحوال ديال هاد المرض وهاد الوباء؟ يا ربي تنجينا منه وتنجي وليداتنا والامهات ديالنا والحماوات واي مخلوق واي بشر كيف ما كان نوعه، يا ربي تحميه. المهم اليوم ان شاء الله جيت لكم فيديو جديد اللي غادي نشارك معكم فيه الروتين ديالي مع بنتي. ومهم شنو عطاونا ليكول وداكشي كله فعلى القرايه. بالنسبه مشينا ليكول، بالنسبه كيما شفتوا معايا هنايا، مشينا خدينا هنايا ليكول، خدينا هنايا كاع الكتوبه ديالها، عطاوهم لينا المقررات كلشي. وبالنسبه لكل واخدين واحد السيستم اللي واخدينه غنشاركوا معكم. بالنسبه تيصيفطوا كلشي في لو جروب. بالنسبه هي مروتي، مروه قول لهم السلام. سلام، دابا تنقى، قول لهم يا ربي تحفظنا من هذا المرض، يا ربي تحفظنا من هذا المرض، امين يا ربي تحفظ وليداتنا ووليدات جميع المسلمين يا صديقي. كيف ما شفتوا معايا كيصيفطوا كلشي هنا في لو جروب تاع ليكول، نوريكم. بالنسبه ليا واخده دابا، بالنسبه للبروغرام اللي داير لهم ليكول، هو كلشي كيصيفطوا لنا بحال هكا في الجروب. انا ديجا كنت موريه لكم ولكن جاني انذار انه زعما يتسمى محتوى الاطفال، حيت شي تسمع الهضره بحال تاع الاطفال، داكشي علاش غنفسر ليكول. المهم كيصيفطوا ليا كلشي في الجروب، وبحال هكا كنقرا مع مروه، يعني كل تمرين كيصيفطوا، يعني كيصيفطوا الدرس ماشي كيصيفطوا التمرين، كيصيفطوا الدرس على كيصيفطوا التمرين، يعني بحال كاينه في ليكول، يعني التوقيت من 9 حتى 4 ومن 9 حتى 4، يعني تيكون عندها واحد شويه تاع الاستراحه بحال كاينه في ليكول. ودا تبقى كتصاوب، يعني كيصيفطوا لها وهي خصها تبقى جالسه، وجالسه كتبريباري كل حاجه. صراحة يعني جانا في الاول صعوبة، داكشي علاش غادي قال لك ليكول غادي يبداو غادي يبغاو يديروا شي تسهيلات معنا، يعني يوريونا الطريقة باش حنا نقريوهم. عرفتي ولادك تيكونوا زاعمين عليك، ماشي بحال ليكول، يعني الوالدين كيتمرتوا شوية. ولكن الحمد لله مروة صراحة ما لقيتش مع صعوبة بزاف، حيتاش يعني كي تنقولوا البنيات شوية تيكونوا كالم، يعني بقات جالسة ولو واخا هي عيات. داكشي علاش انا اليوم بدلت معاها الروتين يعني وصوبت انا وياها الحلوه، وصوبنا لي بانكيك وكانت فرحانه ونشطه، حيت الصراحه حسيت بها ان ملات في الدار وقنطات في الدار. ولكن الناس راه هادي ماشي عطله، عافاكم راه ماشي عطله، حافظوا على وليداتنا. حيت ضرني قلبي كي قلت لكم راه لقيت وليدات كيلعبوا في الزنقه تلقين ولادهم الناس يصحابهم، واش عطله بيتسرحوا منهم؟ الا راه هادشي دار لمصلحتنا، مصلحه وليداتنا، مصلحه الشعب، اننا الله يا ربي تحفظنا وتحفظ وليداتنا، حيتاش هادي عدوى. حنا لا ما جلسناش وحمينا نفوسنا وحمينا وليداتنا، ما كاينش اللي غادي يحميهم من غيرنا. داكشي علاش ماشي عطله، نخليو البروغرام ديالنا هو بروغرام بحال جالسين في ليكول، نقراو مع وليداتنا، نديرو معاهم لي زاكتيفيتي، ما نحسوش راسنا اننا بحال محبوسين، لا، يعني مجرد طاري مشكل وغادي يتحل ان شاء الله. بدي صحابي بقاو في ديوركم باش ما يجيوش كل المرض، حيت المرض هيضركم وهيتموتوا. الله يحفظ، يا ربي تحفظنا وتحفظ جميع المسلمين. المهم مروه سالت لي زيكزيرسيس، سالت كلشي، غادي ندير معاها روتين باش انها حتى هي ما تملش في الدار وداكشي. نصاوبو انا وياها وهي اللي غادي تصاوب ليا حاجه كتبارك الله. نقدر نصيب الدجاج، الدجاج والفريز والعصير. برافو. المهم هانتوما معايا انا ومروتي، تشوفوا لا روتين ديالنا، نطلعوا في وليداتنا ونحمي وليداتنا من على برا، ما نخليهمش يخرجوا، ما نخليهمش يخرجوا، ما نخليهمش يتعرضوا للمشاكل. نحاولوا نديروا معاهم لي زاكتيفيتي في الدار، نلعبوا معاهم في الدار، نضحكوا معاهم في الدار. هانتوما معانا، نشوفوا شنو وياه شويه نصاوبوا. هانتوما معانا.
بالنسبه لعينيا جات مروتي صافي متحمسه وناشطه صراحه، ضلات مسكينه في التمارين وضلات يعني في الدار، يعني ما نحسوش وليداتنا انهم مسجونين ولا انهم وقع شي حاجه، هما باقيين صغار ما عارفينش، ما ندخلوش راسهم داكشي، نحاولوا نخلقوا معاهم الجو، يعني احنا اللي كبار اللي فراسنا فراسنا، نحاولوا نحافظوا عليهم بالنظافه، ديما جافيل ديما يعني ديما نعقموا اي بلاصه قاسوها لوليداتنا جافيل لانكول، مهم احنا ما نقصروش من جهتنا احنا كبار اللي عارفين، ولكن الوليدات ما نحاولوش ندخل لهم داكشي ريوسهم، نحافظوا عليهم في الدار، نحضنوا عليهم في الدار، نديروا معاهم لي زاكتيفيتي، نقريهم بحال جالسين في ليكول. هذا الشيء هو الدور ديالنا هنا في خاصو يلعب، يعني المدرسه خاصها دير الدور، وحنايا نحاولوا يعني حتى حنايا نديروا مجهود ديالنا باش ان شاء الله غادي ازمه وغادي تعدي وغنولوا بخير وعلى خير. نرجع معكم المقادير ديالي ديال لي كاب كيك اللي غادي نصاوب انا ومروه، صراحه كيجيو رائعين، مقادير بتكون في اي دار. زوج بيضات، نص كاس ديال سنيده، نص كاس ديال الزيت، قريصه الملحه، جوج خمارات ديال الكاكاو اللي بغا يجي يرضع الشوكولا، بالنسبه لمروه قالت لي بغات الشوكولا، واحد خماره فاني وخماره حمراء و230 غرام ديال الدقيق. باينين المقادير بلا ما نعاودوهم، واللي ما سمعهمش ولا اللي ما عرفهمش غنديرهم في صندوق الوصف على الراس والعين، صراحه كيجيو هشاش وزوينين، بلاصه ما يقولوا لكم وليداتكم بغاو كيكه على برا ولا بغاو بيمو ولا والو، نديروا لهم كل شيء ديال الدار ونحافظوا على سلامتهم. حاولوا تعجنوا الخبز الدار، حاولوا اي حاجه تكون الدار، الزيت البلديه، الليمون، اي حاجه فيها فيتامين سي، اي حاجه اللي بتزيد لينا في مناعه وليداتنا. من بعد ما خلطت سنيده مع البيض مع قريصه الملحه مع خماره بيضاء، نضيف دابا الدقيق بشويه بشويه ونزيدوا عليه الخماره الحمراء ونعاودوا تاني نخلطوا. من بعد ما خلطت الخماره ديالي الحمراء غادي ندير الساشيه ديالي ديال الشوكولا ديال الكاكاو. بالنسبه لمروه قالت لي بغات ديال الشوكولا، وعرفتوا الدراري الصغار تيكونوا عزيز عليهم الشوكولا، اللي بغى يدير فيهم اي حاجه يديرهم، اللي بيدي فيهم بيبي شوكولا يديرهم، اللي بيديرهم هكاك ناتور يديرهم، اللي بيدير فيهم الليمون يديرهم، المهم هكاك كنبقى نخلطوا بشويه بشويه كما شفتوا. ومروه كانت ناشطه هنايا وفرحانه وقالت لي شوفي الشوكولا، وتقول لي الي ماشي مشكل ندخلوا وليداتنا هكا معنا يتعلموا ونخلقوا معاهم الجو. صراحه كانت فرحانه وطالعه فوق الكرسي، يعني عجبني الحال انها بدلات شويه لا روتين، وحتى انايا كنت مرتاحه. يعني نحاولوا حنايا واخا تكون فينا ما فين وصله فينا، نحاولوا ديما نبين لوليداتنا انه ما وقع والو باش هكا تكون نفسيته مزيانه. صافي من بعد غادي نخوي الخليط في القويعه ديالي ديال لي كاب كيك صافي، ونديروهم في الفران بحرا شعلتو دابا شويه، يعني ما كنشعلوش يعني سخون شحال، المهم دابا شعلتو واحد شويه، غادي نديرو في حراره ديال 160 باش الله يجيو هما هادوك وما يجيوش قاسحين، يجيو هشاش. صراحه جاوا رائعين رائعين رائعين، كنمسح المول على الجنيبات اللي تقطروا ليا باش ما يلصقوش، باش ما تخسرش ليا هاديك وما يلصقوش. درت لي كاب كيك ديالي في الفران وغسلت المويعنات، يعني ما غاديش ندير روينه على روينه، جيت باش نصاوب بالتاني لي بانكيك مع مروتي. يعني كيف شفتو حتى غسلت المواعين وجمعت داكشي ديال لي كاب كيك وديال الشوكولاته وداكشي، يعني جيت تاني باش ندير تاني حاجه اخرى باش كل حاجه نعرف كي ندير ليها. بالنسبه للمقادير ديال لي بانكيك غادي ندير زوج بيضات، غادي ندير 3 المعالق ديال سنيده، غادي ندير كاس ونص ديال الحليب،
وبالنسبه للدقيق غادي ندير جوج كيسان كيف ما شفتوا الكيسان ديال العنبه، صاشيه ديال الفاني وصاشيه حمراء. هادو هما المقادير اللي كندير، صراحه كتجي رائعه رائعه. وبالنسبه للزيت 4 كاس تاع الزيت كيجيو زوينين وما تضروش من خفاف بالنسبه حتى الجاج كيف ما شفتوا. درت تياكلو هو كنعطيه كل شويه، دابا كيعيط ليا دابا انا فاش تندير الفيديو اللي تحابو واش انايا صافي صوبتهم، كيعيط ليا ما 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 وصراحه باقيني ما صوبتهمش. صافي هي مروتي تاع هي اليوم قالت لك العشاء انا اللي بيت نصاوبو، وقالت لي بيت نمشي لماستر شيف جونيور، وقالت لك راه خاصني تكون عندي 8 طون باش نمشي. المهم صراحه نشطات، شحال هادي ما شطات نشطات بحال هكا صراحه. عرفتي تتكون في ليكول ما كندخلهاش معايا بزاف لا كويزين، هي دابا حيتاش كا اكسيبسيون حسيت بها انها شويه عيات من ليكول، حيتاش قلت لكم البروغرام تاع ليكول خلاه هو نفس البروغرام، ماشي كيعطيوهم هي تمارين ولا اكزرسيس خفاف، كيخلي لهم لومبلوا دو طون كما هي من 9 حتى 4 خصها تقرا البروغرام ديال من 9 حتى 4. وصراحه عرفتوها السي بي وبنيه صغيره وداك الشيء جاها لا فاتيك في الدار، وعرفتو البيداغوجيه ديال قرايه الوالدين ماشي هي قرايه لي ميتريس، ومع الدراري والضحك مع الدراري وداك الشيء. يعني جالسه في لو بيغو قالت لي ماما راه ضرني راسي، وقلت لها تخليها تسرح شويه كنخليها تهز الطابليت، ولكن الصبر ما عندنا ما نديرو، هذا قدر الله هذا مكتوب الله، ما علينا غير نصبروا حنايا ونتحملوا وان شاء الله كل شيء غادي يدوز. يعني كي داز بزاف لي زانفلونزا داز ان شاء الله يا ربي تدوز هاد كورونا والله يحفظنا. ونوصيكم هو ما تخرجوش، عافاكم 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 عافاكم، ما تخليوش وليداتكم يخرجوا، عافاكم راه دوك الوليدات راه امانه في رقبتكم، قضيو بالموجود وما تخرجوش، ما تلهطوش على التقضيه، ما تلهطوش على الشري شري شري، داك الشيء اللي قضيتي شتيه الا عندك الا دس طيبيه ووليداتك يكونوا بخير وعلى خير، حسن ما تقضي ما عرفتاش ووليداتك يمرضوا لك، راه دوك الوليدات راه على رقبتنا، راه دوك الوليدات راه امانه عندنا، حافظوا عليهم. صافي وجدت كلشي وجمعت كلشي، يعني ديما خصني نخلي هنايا لافابو نقي كلشي نقي، درت واحد التشفيفه في جافير كلشي، يعني شفيته في جافير كلشي، ونجي نوريكم اشنو صاوبت. شفتو معايا البنات هما وهادو جاو رائعين، مشتو هنا خبز تاع الدار وسويني تي 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 في. حاولنا نخلقوا الجو مع وليداتنا وصراحه ولفنا، مهم جلسنا في الدار واستقنا الله يحفظنا ويحفظ وليداتنا. كيف ما شفتوا البروغرام تاع المدرسه ترو شارجي، يعني انا شويه تفاتيكيت ولكن ماشي مشكل، ورغم ذلك نط الطاقه الايجابيه ويعني نط وصوبت وخليت وجففت الدار ونقيتها وكل شيء. ضروري جبير ضروري المعقم البيبان، كي تيدخل راجلك كنعقم الباب، ضروري الوقايه خير من العلاج. وننصحكم البنات بزاف بزاف كيكم اللي عنده فيتامين سي مزيان ما كيشدش فيه المرض، واخا كاع يجي ما كيشدش فيه، كثروا من الحامض كثروا من الحامض بزاف، ديروا شويه المغلي وديروا سيترون وبداو تشربوه يوميا، خص فيتامين سي تاخذوه ولا جو دورونج ولا سكينجبير حتى هو فيه فيتامين سي، يعني تحكيه وديريه في الماء السخون وتشربيه، والثومه حتى هي فيها فيها فيتامين سي مجهد. نصيحه والله زوينه انا كنديرها لوليداتي والنافع كيف ما وريتكم في لا فيديو اللي قبل، يعني كنحاول نعطيكم الطاقه الايجابيه، ما تخلعوش حاولوا تحافظوا على وليداتكم هما تحضنوا عليهم وتخافوا، راه كاين شي منظر صراحه كيدر في القلب الا شفتي وليدات طنطلي من الشجر شفتهم خارجين وعادي بحال شي مواقع. حاولوا المغاربه تاخذوا الامور بجديه،
كاع البلدان خايفين. وشت المغاربه كيضحكوا ما خايفينش، خافوا على وليداتكم. صراحه انا خايفه على وليداتي الله يحفظهم ليا اكثر ما خايفه على اي واحد، خايفه على مهمتي وخايفه على وليداتي. بالنسبه لجد ما بانش في هذا لا فيديو كاين مع باباه في الدار نيتي، المهم حبسوا عليا تما باش زعما حيتاش لا مع مروه ما يخلينيش انني نصاوب انا وياها. وهي فرحانه اليوم انها صوبت معايا حيتاش حسيت بها انها عيات شويه من التمارين، والدار هي الدار والتمارين، ما كاين لا لعب ما كاين، يعني موالفين في المدرسه كيخرجوا للساحه كيتلاقاو مع قدهم كيضحكوا كيبدلوا الجو شويه، ماشي بحال هي الدار والقرايه. نعم تايت لي جادو انا حبيبه، انا حبيبه نكمل مع البنات واجي باش تصاوب باش تاكل لي بانكيك عزيزين عليك عزيزين عليك بالشوكولا. المهم صافي الله يحفظنا ويحفظ وليداتنا، هذا هو الروتين ديالي يعني من القلب للقلب. يا ربي تحفظكم يا مولانا الكريم، يا ربي تحفظكم وتحفظ الاباء ديالكم وتحفظ وليداتكم وتحفظ الازواج ديالكم. يا سيدي ربي تبعد عليكم كل شر، يا سيدي ربي ما يوصلنا والو حنا وليداتنا، يا سيدي ربي يا ربي تسمح لينا الا درنا شي غلط مع الله، حيت هذا عقاب وانذار باش نتقربوا الله باش نستغفروا الله. اللي يدير شي غلط مع شي حد يحاول انه يتصالح معاه، اللي عقل والدين يحاول يتقرب لوالديه، اللي مخاصم مع والديه يحاول يتصالح مع والديه. راه الدنيا هذه راه انذار من الله، ما دامت تجوا معه انما الله غاضب علينا. يا ربي تسمح لينا الا درنا شي مني وجبد، يا ربي تسمح لينا الا درت شي حاجه خايبه، يا ربي تحفظكم يا ربي تحفظ كاع الناس اللي كيشوفوني ويحفظ اللي ما تيشوفنيش واي اللي واحد شافني ولا ما شافنيش. المهم يا ربي تحفظنا يا ربي علت نشوفوا في وليداتنا اللي ضرنا. يا سيدي ربي لهلي علمنا في وليداتنا، وصراحه لهلي علمني في وليداتي، وما اغلى حاجه صراحه عندي هما والديا ووليداتي. والله يحفظ الحمات ديالي، والله يحفظ الشيخ ديالي، والله يحفظ لويساتي، والله يحفظ خواتاتي، والله يحفظ المتتبعين ديالي، الله يحفظكم من كل شر. امين حبيبه نعم، الله يحفظ ليا جادو الله يخليه ليا، والله يحفظكم حتى نتوما المتتبعين، يا ربي تحفظكم من كل شر. هذا هو الروتين ديالي، نتمنىكم تكونوا قويين، تحافظوا على وليداتكم وتحضنوا على وليداتكم، وان شاء الله ازمه وغادي تعدي. كنحماق عليكم بزاف بزاف، الله يخليكم لينا. موح عليكم، فيديو جاي ان شاء الله. بسلامة بسلامة.